سحب القوات الحوثية من منشأة بالحاف للبدء بتصدير الغاز وإنعاش الاقتصاد اليمني. لنشاهد التفاصيل. كشفت مصادر في حكومة الرئيس هادي كواليس الحراك الأمريكي في محافظة شرق اليمن الخاضعة للنفوذ الإماراتي، ويأتي ذلك في عقب الزيارة التي يقوم بها المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم لاندركينغ ومسؤولون آخرون إلى مناطق الهلال النفطي في شبوة وحضرموت. وقالت المصادر بأن المبعوث الأمريكي عقد لقاء بين سلطة الرئيس هادي في محافظة شبوة وقادة القوات الإماراتية في بلحاف، أهم منشأة لإنتاج الغاز المسال، موضحة بأن اللقاءات كرست لمناقشة سحب القوات الإماراتية من المنشآت اليمنية، بما يتيح لشركة توتال الفرنسية والشركات الأمريكية المساهمة فيها باستئناف إنتاج الغاز المسال لمواجهة تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وإنعاش الاقتصاد اليمني المنهك أساسا. وأفادت المصادر بأن هدف الولايات المتحدة على المنشأة الأهم ردا على موقفها الأخيرة من الأزمة بين روسيا والغرب ورفضها التصويت على قرار مجلس الأمن الذي يدين روسيا. وتعيش العلاقات الإماراتية الأمريكية أسوأ مرحلة، وصفها السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة بمرحلة الاختبار، وذلك ردا على توجيهات أمريكية لسفيرها بأبو ظبي لإقناع الإماراتيين بالاستفادة من الفرصة الأخيرة عقب التوقف عن الاصطفاف مع روسيا. فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها.